السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بالجميع. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. هذا فيديو جديد تحت عنوان أوسكار يعتذر للمغاربة وللمسلمين. حقيقة في سياق ما تنشره مجموعة من الصحف الرياضية وكذلك مجموعة من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد المباراة الشيقة والفوز المبهر الذي قدمه المنتخب الوطني المغربي ضد فريق البرازيل بالملعب الكبير بطنجة، انتقل المنتخب المغربي إلى مدريد للاستعداد لمقابلة ودية ضد فريق البيرو. وأقام المنتخب المغربي بفندق إيروستار بمدينة مدريد، بالعاصمة مدريد. وسبب هذا يعني كما يقول الإسباني الإسكاندالو، الفضيحة التي أقدم عليها أحد المستخدمين، ألا وهي نعت المنتخب، ليس فقط أعضاء المنتخب بل حتى الإسلام والشهر الكريم بأفظع العبارات. هو الشيء الذي أثار حفيظة مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وإلى حد الساعة قرأت يعني في صحيفة آس الإسبانية أن المدعو أوسكار هو رهن الاعتقال والتحقيق حاليا في إحدى مخافر شرطة مدريد. سبب اللعنة التي أصابت المستخدم هذا في فندق أوروستار بمدريد كان سببها هو أنه طلب منه إعداد وجبة السحور مع ثلة من رفاقه المستخدمين في هذا الفندق لأفراد ولاعبي المنتخب الوطني المغربي. أوسكار لم يتردد في يعني نشر تدوينات أو ستوريهات صب في من خلالها جام غضبه، ويعني بعبارات قدحية عنصرية ضد الإسلام. قام يعني بمجموعه من بنشر مجموعه من التدوينات، بحيث نرى التدوين كما ترون هنا يقول نوسوتر لو برينغاوس، يعني الاشخاص الذين يعملون بجهد. برينغاوس يعني باللغه العاميه هنا بالمغربيه الدمار، الشخص الذي يقدم خدمات على حساب جهده وما الى غير ذلك. فهو كان يعني ساخطا جراء عمله او اخذ المناوبه لا بيرمانونس خلال خدمته. يقول نوسوتر لو برينغاو داندو لي سيرفيسيو على بين قوسين خيار بعد رمضان. حقيقه التدوينة كما ترون هي سب وشتم، وكذلك هي مس بمقدسات المسلمين. في تدوينة أخرى أيضا وضع فيها صورة كما ترون هنا لأعضاء فريق المنتخب الوطني المغربي وهم يتناولون وجبة السحور، وكذلك يعبر عن غضبه. يقول La selección Marruecos en el Tuers sois unos toca pelotas malditos moros de كلمات يعني جد نابية وعبارات مقززة، بحيث أن أحد الصحف عنونت أن أسود الأطلس ضحية العنصرية والإسلاموفوبيا بمدريد، يعني بسبب قيامه بعمله خلال المناوبة وهو إعداد السحور لأعضاء المنتخب الوطني قام بهذه التدوينات التي يعني جرت عليه الويلات. وعندما دخلت إلى حساب المدعو أوسكار وجدت أنه بعد ذلك يعني نشر مجموعة من التدوينات وستوريهات خاصة يعتذر بشدة، يعتذر لكل مغاربة، يعتذر للمسلمين. حقيقة أن ما أقدم عليه المدعو أوسكار هو يعني شيء إذا ما اعتبرناه في القيم الإنسانية فهو يعني يندرج ضمن عبارات العنصرية والإسلاموفوبيا وما إلى غير ذلك. تخيلوا لو أن الأمر يتعلق بمثلا المعاداة السامية. سنرى هنا بعض التدوينات أو الستوريهات التي اعتذر من خلالها أوسكار لأعضاء المنتخب الوطني وكذا لكل مغاربة ولكل المسلمين. منها ما حقيقة
يبعث على الضحك، بحيث قال أنه سيشجع المنتخب المغربي إلى غير ذلك. نبدأ بهذه التدوينة التي سجلها أوسكار، يقول: pido disculpas a los marroquíes, dije malas palabras hacia ustedes, no quise decir nada de eso, todo lo que sucedió fue que estaba muy enfermo y quería irme a casa, pero debido al equipo marroquí tuve que quedarme hasta muy tarde por una comida sahur de Ramadán. يقول أنه يعني يعتذر على ما صدر منه، ويعتذر لكل المغاربة أنه قال عبارات نابية، وذلك راجع إلى كونه كان مريضا وكان يأمل الرجوع إلى منزله مبكرا، لكنه يعني كما يقول كريا كاسا، كان عازما الذهاب إلى المنزل، ولكن بسبب الفريق المغربي، تواجد الفريق المغربي، اضطر إلى البقاء لوقت متأخر. خلال كذلك هنا كما ترون تدوينة أو ستوري آخر، يقول I apologize، هذه باللغة الإنجليزية، to all Moroccans and every sorry I'm very sorry. يقول كذلك باللغة الإنجليزية كما ترون، please please stop sending message، توقفوا من فضلكم عن نشر هذه الرسائل. تدوينة أخرى يقول: mi mamá me llama cada segundo، أمي يعني تهاتفني كل ثانية، está tan triste، إنها حزينة جدا، llorando تبكي، y asustada، وهي يعني جد خائفة، cometí un gran error، لقد اقترفت خطأ كبيرا، por favor perdónenme، pido disculpas a todos ustedes، من فضلكم سامحوني، أتوسل إليكم جميعا. كذلك هناك يعني ستوري آخر، por milísima vez، للمرة الألف، por favor paren، من فضلكم توقفوا، perderé mi trabajo، سأفقد عملي، digo repito lo siento mucho، pido disculpas، أقول وأعيد أنني يعني آسف جدا، a todos los marroquíes، لكل مغاربة، mi madre llama y no deja de llorar، أمي تهاتفني ولا يعني لا تكف عن البكاء، por lo que pasó، por favor perdónenme، من فضلكم أنا آسف. حتى هنا باللغة العربية، أرجوكم توقفوا، كتبها por favor paren، pido disculpas a todos los marroquíes، يعني أعتذر، أطلب الاعتذار من كل المغاربة. وهنا يبارك لكل المغاربة والمسلمين الشهر الكريم، يقول رمضان مبارك a todos los marroquíes y musulmanes، la salud de tu mañana، بيسكا مرويكوس، عاش المغرب، por favor perdónenme، من فضلكم سامحوني. يقول في تدوينة أخرى كما ترون هنا، aprendí la lección de ustedes los marroquíes، لقد تعلمت الدرس جيدا منكم أيها المغاربة اليوم، me equivoqué، لقد أخطأت، pido disculpas، وأعتذر كثيرا، a los jugadores de la selección marroquí، أعتذر من لاعبي المنتخب المغربي، al cuerpo técnico، الجهاز الفني، a todos los aficionados، كل يعني todos los aficionados marroquíes، كل الجماهير المغربية، وهنا أظن أنه يقصد كذلك كل الجماهير التي تساند المنتخب المغربي. Tengo amigos marroquíes، لدي أصدقاء مغاربة في إسبانيا، estoy orgulloso de ellos y quiero mucho a Marruecos، أفتخر بكثير من أصدقاء المغاربة، و يعني أحبهم، أحب كثيرا المغرب. الله أكبر. إذن على صوت الأذان نقف هذا الفيديو، وأترككم مع آخر تدوينة. لست أعرف شخصيا أوسكار هذا، ولكن لكم الحكم في التعليقات. في حقيقة المنتخب المغربي هو منتخب ملك قلوب
كل ليس فقط شعوب العالم العربي والإفريقي، بل قلوب المشجعين، قلوب الإنسانية قاطبة. ولهذا لكم الحكم والتعليق، هل سنسامح أوسكار على ما اقترفه يعني في حق المنتخب المغربي خاصة، في حق المغاربة عامة، وفي حق المسلمين، وفي حق الإنسانية، يعني أن تسب شخصا آخر قد يجر على صاحبه المهالك؟ دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.